ورد الآن وعجل. البرلمان الإسباني يصدم المغرب بقرار غير متوقع. رفض البرلمان الإسباني أمس الخميس قرار رئيس الحكومة بيدرو سانشيز اعتبار الحكم الذاتي مرجعا لحل نزاع الصحراء، وطلب بالعودة إلى دعم تقرير المصير. وتعتبر دبلوماسية مدريد الموقف الجديد خطوة في مسار البحث عن حل لنزاع عمر طويل. وكان بيدرو سانشيز قد أعرب للملك محمد السادس في رسالة خلال شهر مارس الماضي عن تفهم مدريد لمقترح الحكم الذاتي واعتباره مرجعا لحل نزاع الصحراء، وربط هذه العملية بقبول الطرف الآخر جبهة البوليزاريو المقترحة علاوة على تدبيره في إطار قرارات الأمم المتحدة. وجاء قرار رئيس الحكومة بعد توتر شديد مع المغرب نتيجة رفض مدريد لقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مغربية الصحراء. ومنذ إعلان بيدرو سانشيز عن القرار تتحرك الأحزاب الإسبانية بما فيها حزب بوديموس اليساري المنتمي إلى الائتلاف الحكومي للتعبير عن الرفض والعودة إلى الاقتصار على تأييد تقرير المصير. وجرى طرح القرار للتصويت في البرلمان 3 مرات في ظرف أسبوعين وآخرها الخميس من الأسبوع الجاري.